بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على موضوع جديد بأحد برامج الـ SMS اسمها الـ Ident and Sim. والمقصود بهذا البرنامج إنه هذا البرنامج بيحدد نسبة الـ Identity والـ Similarity بتاعت مجموعة من التتابعات. للناس اللي محتاجة تعرف إيه الفرق أو إيه معنى كلمة Identity and Similarity، دي معناها نسبة التطابق أو التشابه بين التتابعات، يعني بنشوف مدى إن التتابعين مقدار التطابق بينهم قد ايه او مقدار التشابه بينهم قد ايه. طب يا ترى ايه الفرق بين المصطلحين دول؟ طبعا هنتعرف على هذا البرنامج اللي بيحدد لي نسبة التطابق والتشابه، بس في الاول هنحتاج نعرف بعض المعلومات عن الفرق بين كلمة تطابق وبين كلمة تشابه، وبنشوف الحالة بتاعت الدي ان ايه المصطلحين دول بيختلف فيهم قد ايه، والحالة بتاعت التتابعات البروتينية بيبقى ليها معنى آخر. لكن إحنا ليه بنحاول إن إحنا نعرف الأيدنتي والسيميلاتي؟ طبعا البرنامج ده بيحدد نسبة السيميلاتي والأيدنتي لو في أي نوع من أنواع التتابعات حصل لها alignment أو توازي، يقدر إنه يحدد لك نسبة التطابق والتشابه بين كل تتابع من هذه التتابعات، سواء كان بروتين أو كانت دي إن إيه. بالنسبة للـ DNA بالذات، المصطلحين دولت اللي هو Identity و Similarity مفيش فرق ما بينهم زي ما هنشوف نعرف ليه، أما في البروتين فهو الفرق بيبقى واضح. طب إحنا ليه محتاجين نعرف الـ Identity و Similarity؟ طبعا عشان خاطر لما بنلاقي إن في نسبة Identity عالية أو Similarity بين تتابعين، بنعرف إن نعرف إن لهم Common Ancestor أو بمعنى آخر في أصل وراثي مشترك ما بينهم، وهو ده اللي بيخلينا هو ده السبب اللي بيخلينا نبحث عن هذه النسب. طيب نتعرف اكتر بقى يا ترى ايه الفرق بين المصطلحين. المصطلح الاول اسمه السيميلاريتي والمصطلح الثاني اسمه الايدنتي. بالنسبه للدي ان ايه مفيش فرق بين المصطلحين تماما، المصطلحين هم بمعنى ان لو شفت تتابع زي التتابع اللي فوق اللي هو رقم واحد هتلاقي ان هو نسبه 100% ايدنتي، وبرضو 100% سيميلارتي مع التتابع اللي فوق. يبقى التتابع رقم واحد واثنين الاثنين دولت زي ما هما، ما فيش فرق ما بينهم تماما. تيجي التتابع رقم ثلاثة أو رقم أربعة، هنا بيبدأ يظهر لي إن نسبة الأيدنتي 90%، نسبة السيميلارتي برضو 90%، بالتالي نتيجة الميوتيشن اللي هي حوالي 10% من التتابعات، فبالتالي عملت حوالي 90% أيدنتي و 90% سيميلاري. اللي لاحظته هنا ايه؟ اللي لاحظته هنا ان تتابعين ان كلمة سيميلاريتي وكلمة ايدنتي بتعني هي نفس المعنى. يبقى بالنسبة للدي ان ايه كلمة تطابق وكلمة تشابه بتنهي نفس المعنى، وبالتالي مفيش فرق بين كلمة ايدنتي وسيميلاريتي بالنسبة للدي ان ايه. والطريقة الحساب بتاعت النسبة دي في منتهى السهولة، 2L على ال y زائد ال z في 100. بمعنى اخر بشوف العدد التتابعات او عدد القواعد المتشابهه، وبعد بقسمها على مجموع الطول التتابع الاول زائد التتابع الثاني في 100، بكده بقدر احصل على نسبه الايدنتي. الكلام دوت لو كانوا التتابعين لهم نفس الطول، اما التتابعين لو مش لهم نفس الطول بتتبع المعادله الثانيه اللي احنا شايفينها قدامنا، واحنا بنشوف نسبة الحاجات المتشابهة او نسبة التتابعات المتشابهة وبقسمها على طول اقصر تتابع وبضربها في 100. دول الطريقتين اللي بنحسب بيهم السيميلاريتي والايدنتي بشكل عام في الدي ان ايه او اي تتابعين. لكن بنبص في البروتين بلاقي ان المصطلحين دولت في فرق ما بينهم كبير جدا. في مصطلح السيميلاريتي والايدنتي بيختلف خالص. فلما نبص على مثلا تتابع واحد واثنين، الاثنين دول متشابهين، فواضح ان هو نسبة 100% ايدنتي ونسبة 100% سيميلاريتي. اما في التتابع ثلاثة واربعة في فرق كبير قوي، ان بنلاقي ان اللي هنا في 80% ايدنتي لكن 100% سيميلاريتي. طب ازاي تبقى في 80% ايدنتي؟ يعني هم ايدنتيكال متطابقين بنسبة 80% لكنهم متشابهين بنسبة 100 آسف، متطابقين بنسبة 80% لكن متشابهين بنسبة 100%، لسبب إن ممكن يكون القواعد غير متطابقة
ولكنها متشابهة في الخواص. يعني ممكن يكون الحمض الأميني ده الأولاني ده متطابق مع الحمض الأميني التاني، أما الحمض الأميني الأولاني ده ممكن يكون متشابه في الخواص مع الحمض الأميني اللي تم استبداله ده، فبالتالي هو مش ايدنتيكال ليه لكنه سيميلر ليه. هنفهم دلوقتي بشكل أعلى. لما دي قارب من السيكونس رقم 3 و4 هلاقي ان التتابعات اللي حصل لها استبدال دي او ميوتيشن زي مثلا الاي مكان الجي، الاثنين دولت نيوترال اند نون بولر، يعني الاثنين دولت فيهم نفس الخواص، فيهم دولت الاثنين دول نيوترال والاثنين دول نون بولر يعني غير قطبي، فمتعادله وغير قطبيه. فبالتالي لو انا استبدلت الحمض الاميني ده بالحمض الاميني ده، اي نعم هو مش ايدنتيكال ليه لكن هو سيميلر في الخواص، هو متشابه في الخواص، هو غير متطابق معاه لكن متشابه معاه في الخواص. الحمض الاميني الدي والاي الاثنين دول نيجاتيف تشارج اند اسيديك بولر، دوت ده نيجاتيف في الشحنه بتاعته او سالب في الشحنه بتاعته واسيديك بولر في الخاصيه بتاعته، فبالتالي الاثنين دول لهم نفس الخواص الدي والاي، وبالتالي على الرغم ان هو غير متطابقين يعني مش ايدنتيكال بالظبط لكنهم سيميلر في الخواص بتاعتهم وهكذا. فاحنا بنلاقي ان التو سيكونس دول هتلاقي البرنامج بيقول لك ان هو 100% سيميلارتي لكن في الايدنتي 80% فقط وهكذا. ممكن تلاقي تتابع تاني ممكن يكون السيميلارتي بتاعته 90% ولكن الايدنتي بتاعته 80%. ده مثال اخر بيوري لنا ان ممكن كلمه ايدنتي وكلمه سيميلارتي في البروتين بتفرق تماما عندنا. طيب لما ايه بقى البرنامج بتاعنا؟ البرنامج بتاعنا لما يكون عندي اي مالتيبل الاينمنت حصل ما بين مثلا ثلاث تتابعات، جبت ثلاث تتابعات من البروتين وعملت مالتيبل سيكونس الاينمنت ليها، تقدر ناخد هذا المالتيبل سيكونس الاينمنت اللي انت عملته ثم تعمل له انسرشن في الكوبي وبيست يعني جوه البرنامج في الويندوز اللي قدامك، تاخد الالاينمنت دوت هو هيحسب لك نسبه السيميلارتي والايدنتي ما بين كل واحد ما بينهم. فمثلا هنا عملت مالتيبل الاينمنت ما بين ثلاث تتابعات وعملت الاينمنت ما بينهم، بيبدا يحسب لي نسبه السيميلارتي والايدنتي بينهم، وطبعا واضح تماما ان هذه التتابعات كانت تتابعات بروتينيه، فبيبدا يقول لي ان هنا نسبه التشابه بين السيكونس الاولاني والسيكونس الثاني في البروتين الاولاني والكائن ده والكائن ده في البروتين ده، طول الالاينمنت نفسه طوله كذا، والايدنتي ريزيديو بتاعته 200 مثلا 79، ونسبه السيميلر ريزيديو قد ايه، ونسبه الايدنتيكال قد ايه، والسيميلر قد ايه، يعني نسبه المطابق قد ايه والتشابه قد ايه، ثم التتابع الثاني مع التتابع الاولاني نسبته نفس الكلام وهكذا. فجاب الثلاث تتابعات والمقارنة ما بينهم نسبة التشابه ونسبة التطابق في كل واحد فيهم بشكل منفصل، فبالتالي اداني احصائية كاملة اقدر اقدر بيها بالنسب الفرق بين التشابه والتطابق في كل واحد فيهم، وبالتالي يقدر يديني قراءات تفيدني في البحث بتاعي. نرجو ان يكون هذا البرنامج يقدر يساعدكم في حل كثير من المشاكل البيولوجية، وبإذن الله تعالى إلى المزيد من الحلقات القادمة نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.